مرحبا فيكم أحبائي المتابعين، كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم رح نعمل الصفوف. عنا هون 3 أكواب بهيدا الكوب، أو نص 500 جرام، 500 جرام الطحين الأبيض المتعدد الاستعمالات، وعنا هون كوب سميد فرخة، يعني طحين السميد بيزبط سميد ناعم. رح انخلن، نزلن فوق الطحين وانخلن. انا نخلت الطحين مسبقا، عندي هون 16 جرام بيكنج باودر، ما نخلتن هالمرة نسينا. عندي هون ظرفين فانيلا، كل واحد 8 جرام. وعندي هون ملعقة صغيرة كربونات، كربونة، احنا بنقلها بيكربونات الصوديوم كمان. وهون في رشة ملح، يعني نتفة صغيرة، شوي صغيرة. هلأ بنخلطهم مع بعض. هلأ بدي نزل هون كباية السكر، بدي نزل فوقها كباية الحليب، بدي احركهم حتى يذوب السكر. وعندي هون ملعقة صغيرة الكركم، العقدة الصفراء، حنزلها هون دوبها بالأول. بدل حركهم حتى يذوب السكر. هلا رح ضيف السكر المزيج هون فوق الطحين. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلطهم مبدئيا، رح اخلطهم بالمعلقة هلا، بعدين بدي اعجن بالايد. رح ضيف نص كوب سمنة حيواني، اللي بده بيضيف زبدة ولا زيت، بس انا بفضل بالسمنة، بتعطي نكهة طيبة لذيذة. هلا بدي ارجع اضيف كمان كوب حليب. السكر، بالنسبة للسكر ممكن الواحد يحط كوب ونص، كوبين، بس انا ما بدي سكر كتير، بكتفي بهالكمية، كوب سكر كتير منيح. هيك بده يكون قوامه. دي هون هيدي صينيه البايركس، دهنتها بالطحينه، وهلا ححط رش زبيب، نقعتهم قبل بيوم، في الواحد قبل بكام ساعة ما بيأثر. هيدا ذوق شخصي،
وهلأ بدي نزل الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه تقيل ما فيه أحمله بإيد وحدة، منشان هيك يعني. هلا بنمده رح بالايد بنتفت مي، حاول ظبطها مده. وهلا عندي هون لوز نقعته وقشرته، رح زين فيه. الواحد بيزين بالطريقة اللي بيحبها، اللي بده اياها. بسم الله الرحمن الرحيم. اي عم يعلق على الكفوف. أنا حبيت هيدا الشكل، في الواحد مثل ما بده. أنا حميت الفرن على درجة حرارة 180، رحت الصينية بالرف الوسط بالطبقة الوسطى. من أول ما بلشت شغل بالصفوف دغري حميت الفرن. هلا بس خلص بدخلها، بيكون الفرن محمى مسبقا. رح كفي. هلا رح دخل الفرن مثل ما قلت على حرارة 180 بالطبقة الوسطى لحديت ما تاخد لون. واعذروني صوتي انه مبحوح لانه كنا مريضين انا وزوجي واولادي، كان عندنا كورونا والحمد لله رب العالمين ربنا شفينا. هلا اذا رح دخل الفرن على حرارة 180. هلا اول ما دخلتها هيدا شكلها بعد ما طلعت من الفرن. انا عندي هون شوية قطر بدي حط فوقهم سمنة بدي اخلطهم شوي مع بعض، وبدي ادهن فيهم وجه الصينية. بسم الله. هلا بدي ارجع دخل الفرن لمدة 5 دقايق فقط. وهلا بعد ما دخلتها لمدة 5 دقايق بتركها ترتاح لتبرد، بتركها لتبرد ما لترتاح، عفوا بخليها لتبرد تماما، بعدين بقطعها ومندوقها. منشوفكن. وهيدا شكله النهائي، عجينة ناجحة 100%.
أرجو إنه تجربوها، ما شاء الله كتير بتشهي، رح تعجبكم كتير، مقادير مظبوطة 100%. إن شاء الله أرجو إنه تعجبكم هالوصفة وتستفيدوا منها، ويعجبكم كل شي بقدمه، كل اللي بقدمه. وشكرا كتير لحسن المتابعة، وإن شاء الله منشوفكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. أستودعكم الله، مع السلامة.